أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. نستهل النشرة من الرباط، حيث قررت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية تشكيل فريق عمل لبلورة مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة باتجاه تعزيز العمل المشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية المشتغلة في إطار التفاهم والانسجام والتضامن. وأكدت الهيئة أنها ستواصل إلى جانب حرصها على توفير الأجواء المناسبة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى متابعة الحوار الاجتماعي بما يلزم من عزم وحزم سعيها الحثيث لإنجاز الإصلاحات الأساسية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تفعيلا بذلك للبرنامج الحكومي ووفاء بالتزامها الراسخ بالتفعيل السليم على مختلف المستويات للمضامين المتقدمة للدستور. إلى إقليم الطرفاية وتحديدا المقطع الطرقي خنيفيس على طريق الوطني رقم 1، حيث اختارت الجمعية الصحراوية لمساندة المكهوفين وضعاف البصر إطلاق حملة توعية حول السلامة الطرقية. اختيار هذا المقطع جاء نتيجة لكونه يمثل أحد النقاط السوداء التي تشكل خطرا على مستعملي هذه الطريق، وإلى جانب التوعية والتحسيس كانت المناسبة للتثقيف والترفيه سعيا للإدماج هذه الفئة في محيطها المجتمعي. ريبورتاج عياد سرتي ومحمد مولود، ما لا يخاف. هنا بالمقطع الطرقي خنيفيس على الطريق الوطني رقم 1 اختارت هذه الفئة بدء حملتها التحسيسية بالدعوة للالتزام بقواعد السير ومبادئ السلامة الطرقية. اختيار هذا المقطع الطرقي ليس من قبيل الصدفة، فهو أحد النقاط السوداء التي تشكل خطرا على مستعملي هذه الطريق، إذ يشكو من ظاهرة زحف الرمال، ظاهرة طبيعية احتار الإنسان في إيجاد حلول لمعالجتها. درت تقنيات كثيره في جهه العيون بوجدور الساقيه الحمراء، كانت منها تقنيه نبته طماريس، غرس نبته طماريس على الكتبان الرمليه، وكانت تقنيه اخرى ديال تسريع الرياح بواحد المشاءه فنيه، وكانت تقنيه اخرى ديال الطرفه اللي كانت بشراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات. وأخيرا كانت واحد التقنية اللي دارتها المديرية الجوية الجهيز اللي هي بالعيون، وهي تثبيت الرمال بالمواد المحلية، واللي عطت واحد النجاعة ديالها إلى حد ما، ولكن كيبقى دائما العمل بالآليات في إطار الفرق محاربة زحف الرمال هي الآلية الأنجع. نحن حملنا على عاتقنا باش نجوا لهذه المنطقة ونأكدوا أن هذه الطريق لا بد لها من أن ينجبر لها الحل، ونأكدوا عن هذه الطريق راهي هذه الطريق ليست في المستوى المطلوب اللي نحن نتمناه ولا نحن نرغب فيه، لأن هذه الطريق هي طبعا تحصد مجموعة من الناس لربما يعودوا معاقين أو مكفوفين. وإلى جانب التحسيس والتوعية كانت المناسبة للتثقيف والترفيه سعيا لإدماج هذه الفئة في وسطها المجتمعي عبر زيارة لبعض الأماكن السياحية ومن ضمنها محمية النعيلة. نحن على ضفاف خليج النعيلة ولا خليج خنيفيس، باش نشرحوا لهم هذه المنطقة والطبيعة ديالها والمآثر ديالها، لأنها كانت تتوفر على عدة مآثر. وبغينا يعني الكفيف أنه يعرف ويكتشف المناطق السياحية اللي تزخر بها هذه المنطقة، وتعود عنده فكرة، وتعود عنده ويعيش أيضا هو يعني، لأنه من حقه، هذه أمور كاملة من حق أي شخص. مبادرة إذن متعددة الأهداف تبقى غايتها الأسمى تجسيد الفعل التشاركي في طرح وبحث سبل معالجة قضايا مجتمعية. الأسمار التي تعيش على إيقاع فعاليات معرض الحرف والمنتوجات التقليدية، نسب إقبال قياسية سجلتها اللجان المنظمة لتوافد الساكنة وزوار المدينة على أروقة المعرض وفضاءاته التسويقية. ريبورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. إقبال واسع من لدن الزوار وساكنة المدينة
على فضاءات معرض الصناعات التقليدية الذي يضحى مع توالي السنوات أكبر وأهم حدث تحتضنه الحاضرة العلمية لعرض منتوجات تقليدية أبدعت في تثمينها تعاونيات حرفية وصناع فرادة من الجهات الجنوبية الثلاث ومن مدن شمال المملكة. انتعاش تجاري وحركية نشطة صاحبت فعاليات المعرض في نسخته 12. أنا كزائرة جيت اليوم تصدر في ذا المعرض والحمد لله عجبني مزيان، وشفت ياسر من السكان اللي جاي من الزوار اللي جاي من ناسا ومن أكادير، كاين من أكادير ومن طنطان ومن العيون ومن السرد، والحمد لله عجبني دي الصناعة التقليدية مزيان، عجبني كل شيء تبارك الله فيه، فيه الصناعة التقليدية وفيه المنتوج ديال الفراش وكل شيء باس وكل شيء زين ما شاء الله. جينا هاد العشية لهذا المعرض وزرناه وشنا مجموعة ديال الصناعة التقليدية اللي كانت من عهد جدود ديالنا، واليوم راها يعني كنبغيو نحيوها. مثل هكذا معارض تؤمن الطريق لعرض أحدث إبداعات أنامل الصناع والحرفيين من منتوجات تقليدية تزاوج بين العراقة والأناقة، لكن جمال العرض هذا لا يخفي معه صعوبات ومشاكل يعيشها القطاع تبدأ ولا تنتهي عند اكتساح السلع المقلدة للأسواق المحلية. القطاع ديال الصناعة التقليدية إلى ما تبادرت الجهود غادي كينضطر، بأن الشباب ما عطيش الأهمية للصناعة التقليدية، وهي أهم، بأن القطاع ديال الصناعة التقليدية ما كايناش دار ما فيها صناعة تقليدية. والحمد لله بهاد المعارض الجهوية وبهاد تقريب الصانع التقليدي باش نحفزوه على القطاع. هذا المعرض وهذا الفضاء هو دافع لحماية يعني مجموعة من الحرف من الانقراض. لماذا؟ لأننا نعمل على هدف اللي هو ضرورة تسبيب هذه الحرف، وكما يقال بأن إذا دفننا صانع تقليدي دفننا معه حرفة، إذن هذا يجعل من الضرورة خلق فضاءات ومن أجل تسبيب هذه الحرف. أروقة المعرض وفضاءاته التسويقية استقطبت أعداد قياسية من ساكنة المدينة، خاصة عطلة نهاية الأسبوع، في تقليد سنوي يعد معه المنظمون بنسخ قادمة أكثر نجاحاً. بشأن الطبي، حملة طبية مجانية استفاد منها سكان دوار راس الطارق بجامعة الشاطئ الأبيض بقليميم همت مجموعة من الاختصاصات الطبية. حملة من تنظيم جمعية شباب الشاطئ الأبيض للتنمية والتعاون بتنسيق مع جمعية ملتقى راس الطارق وجمعية نبض الحياة للصحة والبيئة. في المتابعة حضار ومحمد بيرس. من أجل تقديم خدمات تطبيبية لساكنة دوار راس الطرف بالجماعة القروية للشاطئ الأبيض، كانت هذه المبادرة تضامنية من فعاليات جمعوية. قافلة طبية قربت عددا من الاختصاصات من ساكنة قروية ظلت ولسنوات محرومة من كل أشكال هذه التدخلات الطبية. هاي الحملة جاتنا نشكروها زينة، وزينة عندنا حتى كبار ونشكرها شكرا، الله يجازيها إن شاء الله. دوزوا لنا فابور، عطاونا نظاظر فابور، الله يجازيهم بخير، وكنشكروا هذه الجمعيه هما اللي جات عليهم كامله. هذه الحمله الطبيه كانت استفد منها حوالي 150 مستفيد، زيد على ذلك انها بالنسبه للاختصاصات اللي كانت في هذه الحمله كانت اولا طب العيون، الاختصاص الثاني اللي هو الطب العام، زيد عليها الفحص بالصدى. جميع الشركاء في هذه الحملة جعلوا من العمل الإنساني والاجتماعي مبدأهم الأول الأساس الرامي إلى توفير هذه الخدمة لساكنة العالم القروي وتقريبها منهم. جينا يعني كقافلة طبية، احنا كإخوة متضامنين مع مدينة قليميم من الناس ديالها، جينا بنشوفوا الحالة الصحية ديال هاد الناس هادو. فالحملة الطبية يعني تشمل عدة تخصصات، منها طب العيون، منها طب الباطني، منها طب النساء، طب الأطفال، وخصوصا كنهتموا بالكشف المبكر لدائين اللي هما فيهم خطوره حاليا، داء السكري والضغط الدموي. عمليه تضامنيه سخرت دعما طبيا من خلال فحوصات وعلاجات مجانيه لهذه الساكنه التي تتطلع الى يوم تتوفر فيه على الدوام مثل هذه الخدمات الطبيه بتجمعاتها القرويه. تربويا، انطلقت بمدينة العيون فعالية المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي في نسخته 10، تظاهرة عرفت مشاركة متميزة لتلاميذ المؤسسات التعليمية عن الجهة. والتفاصيل في متابعة محمد المصطفى خيا ومحمد مولود ملاخف.
المهرجان الجهوي للمسرحي المدرسي في نسخته العاشرة بالعيون هو مناسبة لإبراز طاقات تلاميذ عديد المؤسسات التعليمية عن النيابات التعليمية بالعيون وبجور وطرفايا في مجال المسرح. عروض مسرحية بالمناسبة ركزت على مواضيع اجتماعية مختلفة تبرز طاقات وقدرات هؤلاء التلاميذ في هذا المجال. ننظم المهرجان الجهوي العاشر للمسرح المدرسي بمشاركة ثلاث نيابات، نيابة العيون، نيابة طرفايا ونيابة بوجدور. وهذا المهرجان أو هذه الدورة هذه تدخل في إطار الاستعدادات للمهرجان الوطني الذي سينظم بمدينة الداخلة أيام 27-31 مايو 2015. اسم المسرحية مهارات الخير، كتحدث على البيئة وكيفية المحافظة عليها والتسامح وحسن المعاملة وما نديروش الشر. حنا هنايا كنمثلوا واحد المسرحيه في المهرجان، في المهرجان الجهوي ديال المسرح. وانا هنايا فرحانه بزاف حيت كنتعلموا بزاف ديال الحوايج اللي يقدوا يفيدونا في المستقبل ديالنا ان شاء الله. وينظم المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي بالعيون اياما قليله قبل انطلاقه النسخه الوطنيه بالداخل أواخر ماي الجاري، على أن تتنافس فيها فرق مسرحية تمثل عدد من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني. وبمناسبة اليوم الوطني للموسيقى الذي يصادف 7 مايو من كل سنة، نظم المعهد الموسيقي بمدينة العيون حفلا فني بدار الثقافة المستعد، تظاهرة شهدت مشاركة لمتدربي المعهد حيث قدموا مجموعة من المعزوفات الموسيقية. وفي ختام هذا الحفل تم تكريم مجموعة من الفعاليات المحلية. اختتمت باسمارة قافلة الوحدة والعرفان المنظمة من لدن الرابطة الوطنية لموظفي التعاون الوطني تخليدا لحلول ذكرى 58 لتأسيس التعاون الوطني. فعالية الاحتفال تقدمها عامل الإقليم يوسف زعواطي ومبارك الباز ومزيد من التفاصيل. احتفالية مؤسسة التعاون الوطني بذكراها التأسيسية 58 محطة للوقوف عند الخلاصات وتقديم التوجه الجديد للمؤسسة نحو تعزيز تموقعها كآلية للقرب الاجتماعي، تباشر وترعى عديد برامج الإدماج والتكفل بالأطفال والمسنين من أسر معوزة والأشخاص في وضعية إعاقة. مشهد الاحتفال جاء بألوان الاعتراف والتكريم لسير مهنية ناجحة أسدت خدمات نبيلة للمؤسسة على امتداد مشوارها المهني. وهي فرصة من أجل أن يكون هذا الاختتام في مدينة سمارة، المدينة المجاهدة اللي عرفت قفزة نوعية في الميدان الاجتماعي من خلال تضافر مجموعة من جهود من مجموعة المتدخلين على رأسهم السلطات المحلية، وبالتالي فقد توقفت القافلة على مدى كبر حجم هذا المجهود في المجال الاجتماعي. دارنا تكريم الحمد لله ودارونا حفزونا 20 عام خدامين في هذه الخدمة الحمد لله، ونشكروها التعاون الوطني على التكريم اللي كرمنا. واليوم داروا لي تكريم زين، حتى زين وموثوق والله وعالي حمد مولانا، وعدلوا لنا شي زين ما قد تجبرت لنا الناس الصالحه والناس الزينه. معرض الابداعات النسائيه لمنتوجات مراكز التكوين التابعه لمؤسسه التعاون الوطني جسدت مضمون الاحتفال بلغه الابداع النسائي في ذكرى التاسيس. رياضيا، اختتمت بالداخل فعاليات الدورية الدولية 6 لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المرحلة الأخيرة تم إجراؤها بالداخل في مسار مغلق. تفاصيل المرحلة في روبورتاج محمد تروزي وبوجمع الزاوي. أجواء رياضية عاشتها ساكنة الداخل صباح اليوم مع انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الدور الدولي 6 لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وسط تشجيعات شهدت هذه المرحلة منافسة قوية بين الدراجين ضمن مسار مغلق بمدينة الداخلة. المغربي أيت العبدية احتل المرتبة الأولى بتوقيت 2:15، قطع خلالها مسافة 100 كيلومتر في 20 دورة. الهدف ديالنا من هاد السباقات كاع بثلاثة هما النقاط باش نتأهلوا لبطولة العالم والأولمبيات. الحمد لله دابا حنا الأولين في الأفريكاتور،
وان شاء الله بلا اللي قدام ان شاء الله نحاولوا ناخذوا نقاط اخرين من توار اخرين ان شاء الله. وفي الأخير تم تقديم الجوائز والكؤوس على الفائزين بالمرحلة الأخيرة من الدور الدولي السادس لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي ينظم لأول مرة بمدينة الداخلة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أحمد الطاهر عن سن تناهز 81 سنة، الفقيد ينتمي إلى أفراد المقاومة وأعضاء جيش التحرير، كما انتقل إلى عفو الله تعالى عن سن تناهز 65 سنة المرحوم محمد ولد عبد رب ولد الحسين المرحوم ينتمي لقبيلة أزرقيين شتوكة، وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحومة دكالة بنت الصالح والمحمد سالم عن سن يناهز 75 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة الرقيبات، وانتقلت أيضا إلى عفو الله تعالى المرحومة نقية بنت سعيد والعبيد عن سن تناهز 70 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة الرقيبات. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكن فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى جديد الصحف الوطنية اليوم غدنا الاثنين في تقرير لمحمد لمين الجرح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الاثنين من يومية الأحداث المغربية والتي كتبت: تواصل الجارة الجنوبية للمملكة موريتانيا إحراج الجزائر بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بينهما، حيث دعا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية ورئيس حزب التكتل القوى الديمقراطية أحمد الداداه إلى حوار بين الجزائر والمغرب بهدف حل الإشكالات التي تواجه منطقة المغرب العربي. وكشفت الأحداث المغربية أن المتحدث ذاته قال من الدوحة إن الجزائر والمغرب بحاجة أكثر من أي وقت مضى لحوار شامل وسريع، وذلك لإذابة جليد سوء التفاهم الذي يعيق التوافق والتنمية في المنطقة. هذه التصريحات استقبلت في الجزائر بالصمت وخلفت ردود فعل غاضبة من البوليساريو. أما يومية النهار المغربية فكتبت في صفحتها الأولى: تعرف البوليساريو رجة كبرى في صفوفها وبالخصوص على مستوى قيادتها التي أصبحت محط انتقادات شديدة من طرف الصحراويين. وذكرت النهار المغربية أن هذا يأتي في وقت تعيش فيه قيادة البوليساريو نكبة بعد القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي انتصر فيه للمغرب على حساب البوليساريو والجزائر، وبالإضافة إلى وجود زعيم الجبهة على فراش المرض واستمرار احتجاج الصحراويين داخل مخيمات تندوف ورغبتهم في إنهاء ملف عمر لأزيد من 40 سنة. ونختم جولتنا من يومية الأخبار التي كتبت في افتتاحية عددها الصادر يوم غدنا الاثنين: اختيار المغرب من الدوحة إلى جانب هولندا لرئاسة المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب يحمل الكثير من الرسائل والتي تفيد الانخراط القوي للمغرب في رهان محاربة التطرف والإرهاب على الصعيد الدولي، وهو ما يؤكده استعداد المغرب للاشتغال في الصفوف الأمامية قصد إدارة دفة العالم لتحقيق هذا المسعى المشترك. وأضافت الأخبار أن الرسالة الأخيرة تظهر أن المغرب هو حليف استراتيجي قوي في منطقة الساحل والصحراء الحساسة لمحاربة الإرهاب عكس بعض الدول المنطوية على نفسها لاعتبارات غير مفهومة. صور نهاية النشر اخترناها لكم الليلة من محمية عيلة بالجماعة القروية لياخف النير بإقليم الطرفاية، منتزه وطني غني يشكل منطقة وصل في رحلة آلاف أصناف من الطيور بين شمال أوروبا وإفريقيا. صور بعدسة محمد مولود ملاخاف والتوضيب لأحمد سالم كي.
نصل الآن إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس يكون حارا مع سماء صافية إلى قليلة السحب تتخللها بعض السحب المنخفضة خلال الصباح بالقرب من السواحل. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 17 درجة بكل من الطرفاية سيدي إفني وطنطان و30 درجة بقلت زمور وأوسرت. أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 44 درجة بكل من السمارة وسرد ومضريقة وبكرع و20 درجة بالقوير. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:11 أما الغروب سيكون على الساعة 8:26. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 28 درجة بنواكشوط 24 درجة بنواديب 45 درجة بالزويرات 42 درجة بتنجوف أما بالعاصمة الرباط ف 27 درجة. قبل الختام